Salim Mezilev, de la première année secondaire. Comment allez-vous? أهلا بكم ولادي وبناتي في أولى ثانوي، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ أتمنى إن كنتوا تكونوا ذاكرتوا الدروس اللي فاتت اللي إحنا خدناها. النهاردة يا ولاد هنكمل الدرس الأول لسوام في الوحدة الأولى، اللي هو كان بعنوان فكركم سي بغزانتي، إزاي تقدم نفسك. خدنا جزء كبير في المرة اللي فاتت، النهاردة هنبدأ في الجزء الثاني، بيتكلم عن لي كولير الألوان، وحناخد كمان لنومبر الأرقام. يلا نبدأ في الألوان يا ولاد. لو فير اللون الأخضر، لو فير لو جون الأصفر، لو جون لو جون أصفر، لو روج الأحمر، لو روج الأحمر، لو روز وردي، لو فيولي بنفسجي، لو فيولي بنفسجي، لو بلان لو بلان أبيض، لو بلي أزرق، لو غونج برتقالي، لو غري رمادي، لو غري اس في الاخر يا ولاد مش منطوقة، نخلي بالنا. لونوار اسود، لونوار اسود. طيب، وبعد ما خلصنا يا ولاد اول جزء في درسنا النهاردة اللي هو كان لي كولير، عايز اقول لكم ملحوظة. طبعا كلمة لي اللي هي يا ولاد قبل الاسم دي اللي هي يعني الاخضر الاحمر، دي أداة معرفة يا ولاد بتتحط قدام المفرد المذكر عشان الألوان كلها مذكر. طبعا دي قاعدة نحن هنشرحها لكم بعد كده في الدروس اللي جاية، بس أنا حبيت أوضحها لكم عشان تبقوا عارفين الفرق بين الاسم والأداة. لو هي الأداة واللون طبعا اللي هو الاسم. هنبدأ دلوقتي يا ولاد في الجزء الثاني من درسنا، وهو لي نومبر. طبعا خدنا كلمة نومبر المرة اللي فاتت يا ولاد بمعنى الأرقام، ودلوقتي يا ولاد هنبدأ في الجزء الثاني من درسنا لي نومبر الأرقام. هناخد الترم ده يا ولاد الأرقام من 0 لـ50، والترم الثاني هناخد من 50، ونكمل بعد كده. نبدأ يلا يا ولاد. زيرو 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 اللي هو صفر، أ واحد، دو الإكس يا ولاد مش منطوقة في الآخر، نركز في النطق. تغوى الإس برضو مش منطوقة. تروى تلاتة. كاتغ أربعة. سانك خمسة. سيس ست السبعة. طبعا البي هنا يا ولاد مش بتتنطق، نخلي بالنا، اسمها ست
set set wheat wheat القش صامتة فبنقول wheat ال e e ورا بعض يا ولاد بيدونا المقطع we فبنقول ايه wheat خلي بالنا ملاحظات النطق اللي احنا بنقولها في النص دي يا ولاد نوف نوف طبعا تسعة ال اي اي برضو اللي في النص نطقناها ايه يا ولاد من فاكر احنا خدناها المرة اللي فاتت اي يبقى بنقول ايه نوف تسعة ديس ديس عشرة ديس عشرة نقول تاني يا ولاد الارقام من صفر لغاية عشرة لان دول الاساس بعد كده اللي احنا هنبني عليهم بقية الارقام ركزوا معايا زيغو زيغو ان ان دو دو تقوى تقوى كاتغ كاتغ سانك سانك سيس سيس ست 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 ويت 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 نوف نوف ديس ديس يبقى احنا خدنا كده يا ولاد من واحد لعشرة وهم دول الاساس عندنا نكمل بعد كده عليهم الحداشر اونز 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 حداشر دوز 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 اتناشر تغيز تريز تغيز تلاتاشر كاتورز 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 أربعتاشر كانز كانز خمستاشر كانز بتاع البيبسي نفتكرها بيه كانز سيز سيز ستاشر سيز نقول تاني يا ولاد يلا الارقام من 11 لغاية 16 مع بعض اونز دوز تغيز كاتوغز كانز سيز طيب احنا ليه وقفنا لغاية هنا يا ولاد عشان الارقام اللي جاية ارقام مركبة فاكرين لما قلت لكم من 0 ل 10 مهمين هنا هنبدأ نرجع نستخدمهم تاني ازاي عايزة اقول يا ولاد 17 السبعتاشر هتبقى ازاي دي ست دي ست ازاي دي جت ازاي الديس يا ولاد اللي هي العشرة والست اللي هي السبعة لو جمعناهم هيبقوا ايه سبعتاشر ويبقى ما بينهم في النص شرطة صغيرة فبنقول هنا دي ست سبعة دي سويت دي سويت تمنتاشر نفس الموضوع عشرة وثمانية دي سويت دي سنف دي سنف تسعتاشر تسعة وعشرة تسعتاشر داكور من الأول خالص يا ولاد يلا معايا أنا براجع كذا مرة بس عشان إيه يزبطوا في دماغكم وانتوا بقى عليكم إيه الدور في البيت إن انتوا تراجعوهم كذا مرة زيغو أن دو تغوا كاتغ سانك سيز ست ويت نوف ديس اونز دوز تغيز كاتغز كانز سيز دي ست دي سويت دي نوف طيب بعد كده يا ولاد هناخد العشرين فا 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 نركز طيب فين بقى الحروف الجي والتي ما نطقناهمش والاي والان يا ولاد نطقناهم حروف أنفية فهنا هتبقى ايه نطق الكلمة معانا فا فا داكور عرفنا النطق بتاع حاجة منين يا ولاد ادينا بنقول ايه ملاحظات النطق واحنا شغالين فا فا فا
طيب عايزين نقول 21 و22 وهكذا. طبعا ده هيتوقف على حفظنا من الأرقام من 0 لغاية 10. الأرقام من 0 لـ10 هي بقى اللي هنبدأ دلوقتي نركب بيها الأرقام. يلا نبدأ. 21 فا اي اه فا اي اه، طبعا فا اللي هي 20 و اه اللي هي في الآخر اللي هي 1، دول عرفناهم. وايه اللي في النص ده يا ولاد؟ الاتي معناها ايه دي يا ولاد؟ معناها وا. طيب ما قلناش عليها ليه ات؟ لا، هو ده مقطع على بعض يا ولاد، لما يجي كده في اخر الكلمة او يجي لوحده بيتنطق ايه. يبقى هنا بنقول ايه؟ فا ايه اه 21. طيب هل هنضيف الايه اللي هي الوا في كل الارقام اللي جاية؟ لا، هي في الواحد بس. 21 31 41 وهكذا. لكن بعد كده في الاثنين والثلاثة والاربعة هنحط يا ولاد شرطة. يعني نقول ايه؟ فاندي فاندي فان تغوا فان كاترو فان سانك فان سيس فان سات فان ويتو فان نف وهكذا. ما علينا، اللي احنا حطينا 20 وجنبها يا ولاد الارقام من 1 لغاية 9. 30 بعد كده ترونت ترونت 30. عايزين نركب بعد كده 1 2 3 زي ما عملنا بالظبط في 20. تغانت اي ا تغانت اي ا. بعد كده 2 و3 هنحط شرط، مش هنحط اي في النص اللي هي الوا. هنقول تغانت دي تغانت تغوا تغانت كات تغانت سانك تغانت سيس تغانت سات تغانت ويت تغانت نف. داكور لغاية هنا يا أولاد. طيب 40 كارونت كارونت 40 كارونت اي ا كارونت اي ا 41 كارونت دي كارونت تغوا كارونت كاتر كارونت سانك كارونت سيس كارونت سات كارونت ويت كارونت نف. وصلنا لغاية 49. بعد كده يا ولاد سانكونت 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 50. طبعا هنا يا ولاد يبقى انا المفروض ان انا احفظ الارقام الكبير الكبيرة فا وتغانت وكغانت وتغوا وسانكونت، وبعد كده هركب عليهم ارقام صغيرة بطريقة سهلة جدا. كده بقى احنا خلصنا من زيغو لغاية سانكونت، وده الارقام المقررة علينا يا ولاد في الترم الاول. ودلوقتي يا ولاد هناخد مراجعة بسيطة كده على فعل صابلي اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت عشان نعرف هل ذكرته ولا ما ذكرتهوش. طبعا اتفقنا ان فعل صابلي معناه يسمى او يدعى، بستخدمه عشان اقدم نفسي. طيب هنا لو خدنا اول جملة يا ولاد، دايما افعال دي بتيجي في الاختيارات في سؤال القواعد. فلو خدنا مثلا اول جملة بقول جي عندي اختيارين، موبل ولا صابل الي. طبعا سمع واحد بيقول ايه؟ جي موبل جي موبل. يعني هختار ايه يا ولاد؟ طبعا الاولانية اللي اخترتها دي بالذات، عشان هي طبعا تصريف الفعل مع جي بيبقى موبل. داكوغ. نمرو بي إلسابل ولا صابل مارتين. طيب هما الاتنين صابل، بس واحدة فيهم طبعا ايه؟ جمع والتانية مفرد. برافو. طبعا هنا بقى هنختار ايه اولاد؟ إلسابل اللي هي التانية، عشان هنا ال ضمير مفرد مؤنث هي. نمرو سي تي سابلي ولا تابل بيير. انت اسمك بيير، يبقى نقولها ازاي يا اولاد؟ طبعا مينفعش الاولانية خالص لانها ايه؟ برافو. سمع واحد بيقول ان هي مصدر الفعل اصلا، يبقى نقول ايه؟ احنا حفظنا خلاص، بترن في ودنا تي تابل تي تابل. نجح نختار ايه يا ولاد؟ التانية. نمرو دي ال صابل
ولا صبل منى إليا؟ هنا الاتنين صبل، بس واحدة فيهم جمع والتانية مفرد. طبعا هنا الاولانية الضمير ايه يا ولاد؟ جمع مؤنث. هن، هن اسمهن منى إليا. هنا هختار ايه؟ طبعا الاولى. نمرو ايه؟ نو فوزابلي ولا نوزابلو سامي ايه علي؟ احنا اسمنا سامي وعلي. طبعا هنا نو على طول نوزابلو. برافو. نو نوزابلو سامي ايه علي. هنختار التانية، بنختار حسب تصريف الفعل مع الفاعل طبعا يا اولاد. نمرو اف لي غارسو. لو غارسو، غارسو هنا يا اولاد اللي هو مين؟ الولد. لو غارسو طبل ولا صبلتو؟ طبعا هنا لي غارسو يا اولاد بنعوض عنها لو احنا ما عرفناش. طب هنا ما عندناش كلمه لي غارسو في تصريف الفعل، اقول لك لي غارسو يعني ولد مفرد، يعني هنعوض عنها بالضمير ايل هو. يبقى هنقول ايه؟ الصبلتو هو اسمه توم. طبعا هنختار يا ولاد التانية. وبكده يا ولاد يبقى احنا خلصنا ليسوان كله، الدرس الاول كله خلصناه، خدنا كل الحاجات المهمة اللي فيه. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، ونذاكر الفيديو ده ونراجع على الفيديوهات اللي قبل كده عشان نربط الدروس ببعضها. يا ريت دايما يبقى معانا ورقة وقلم أو كشكول نخصصه عشان دايما نسجل يا ولاد أول بأول عشان ما ننساش حاجة. دي حاجات تراكمية معانا هي اللي هتبني معانا اللغة. أتمنى أن يكون استفدت من الفيديو. لو أنتم مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة، شيروا الفيديو لزميلكم عشان الكل يستفيد. أغفر.